ممارسة الرياضة التي كثيراً ما شدد عليها متخصصون بهدف خسارة الوزن ربما تكون سبباً في زيادته، هذا ما خلصت إليه دراسة بلجيكية. إذ تتبع باحثون طرق فقدان الوزن في مجموعتين من الشباب الأصحاء، الأولى مارس أفرادها تمارين شاقة وروتينية لكن بعد وجبة الإفطار، وأفراد المجموعة الثانية مارسوا التمارين نفسها لكن قبل وجبة الإفطار. وبحسب الباحثين فقد اتبع المشاركون في البحث نظاما غذائيا تزيد فيه نسبة السعرات الحرارية بنحو 30%، كما تزيد فيه الدهون بنسبة 50% لمدة 6 أسابيع. الدراسة خلصت إلى أن أفراد المجموعة الأولى الذين مارسوا الرياضة بعد الإفطار اكتسبوا وزنا إضافيا يقدر بنحو كيلوغرام ونصف الكيلو لكل منهم، وتطورت لديهم مشاكل الإنسولين، فيما لم يكتسب أفراد المجموعة الثانية الذين مارسوا التمارين الرياضية قبل وجبة الإفطار أي وزن إضافي، وكانت لديهم مستويات الإنسولين صحية، كما أحرقت أجسامهم المزيد من الدهون طوال اليوم بالمقارنة بالآخرين. يذكر أن ممارسة التمارين الرياضية أو المشي السريع لعشرين دقيقة يومياً تحد من مخاطر الموت المبكر بنسبة 16 إلى 30% بحسب دراسة حديثة. حنين موصلي، العربية.